شغب الملاعب الرياضية. لا للشغب، نعم للتسامح، مع لترسيخ قيم المواطنة. شعار اليوم التحسيسي الذي نظمته المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة ببركان ثلاثة يوم 20 أبريل بالمركز الوطني للتخييم بمدينة السعيدية. وقد ترأس فعاليات هذا اليوم السيد عامل إقليم بركان السيد عبد الحق الحوضي، وعرف حضور ممثلي السلطات المحلية والمجالس المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني وبعض الجمعيات الرياضية. وبعد قراءة آيات بينات من الذكر الحكيم وعرض شريط يلخص قصص العنف التي وقعت بملاعب كرة القدم خلال السنوات الأخيرة، تناول الكلمة السيد محمد القرتيتي رئيس الجمعية الوطنية للتخييم حول موضوع تداعيات وانعكاسات شغب الملاعب على المشهد الرياضي. وقد عبر في مداخلته عن أهمية الرياضة في المجتمع، مبرزا دورها الإيجابي في تطور الأمم والشعوب، واعتبر أن الشغب داخل الملاعب هو عنصر دخيل على المجتمع المغربي المعروف بالتسامح والسلم. وقد شدد السيد قرتيتي على أهمية محاربة العنف بكل أشكاله لما له من تأثير سلبي في تقدم المشهد الرياضي بالمغرب. وفي مداخلته عبر السيد عبد الله العلوي أبو إياد أستاذ بالمعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة عن أهمية التربية النفسية ودورها في محاربة العنف داخل الملاعب، حيث لمس موضوع عنف الملاعب بين نصوص القانون ومتطلبات التحصين والعلاج مقاربة سيكو قانونية. وبعد ذلك أخذ الكلمة فضيلة الدكتور محمد حباني رئيس المجلس العلمي المحلي ببركان حول موضوع شغب الملاعب العلاج وسبل الاحتواء، حيث قرب فيه رؤية الدين الإسلامي لأهمية الرياضة ودورها في تقوية جسم الإنسان لعبادة الله، وأشاد بالمجهودات المبذولة لتطوير الرياضة، وعبر عن أسفه لما يقع في ملاعبنا من عنف وشغب، مؤكدا أن الإسلام ينبذ ذلك لما له من دور سلبي في إزهاق أرواح بغير حق، واعتبر أن الحل يبدأ من التربية داخل العائلة والمدرسة، مشيدا بدور هاتين المؤسستين في تكوين مواطنين صالحين وبالتالي جمهور رياضي يتسم بالروح الرياضية. وفي كلمته القانونية وضح السيد محمد بويولي نائب وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية ببركان المصادر القانونية التي تجرم العنف بالملاعب، موضحا أن القانون المغربي لا يتساهل مع من يثبت في حقه ارتكاب عنف جسدي داخل الملاعب. مداخلة العميد رابح الدودي ممثل المصالح الإقليمية لأمن بركان جاءت حول موضوع الإجراءات المتخذة من طرف المصالح الأمنية للحد من ظاهرة الشغب، موضحا أهمية المقاربة الأمنية في الحد من سلوكات العنف، واعتبر أن هذه المقاربة غير كافية إذا لم تتدخل باقي المكونات في الحد من هذه الظاهرة. مداخلة رئيس عصبة الشرق لكرة القدم لمست موضوع الإجراءات المتخذة من طرف الجامعة الملكية المغربية لمواجهة شغب الملاعب، إذ ركز على أهمية تأطير الجمهور ابتداء من البيت مرورا بالمدرسة والشارع وصولا إلى الملاعب، وعبر عن رؤية الجامعة في تقديم يد العون لكل الفعاليات من أجل المساهمة في القضاء على ظاهرة العنف بالملاعب. وقد توج هذا اليوم بتوقيع اتفاقيتي شراكة للتصدي لظاهرة الشغب، الأولى بين المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، والثانية وقعها كل من السيد عامل إقليم بركان والمديرة الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة ببركان والكاتب العام لنادي النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم والكاتب العام للجامعة المغربية لكرة القدم ورئيس عصبة الشرق لكرة القدم. واختتم هذا اليوم بتقديم بعض الهدايا الرمزية للمشاركين وتوزيع جوائز على الفائزين في مسابقة الرسم وتكريم بعض الموظفين التابعين للمديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة والذين أحيلوا على التقاعد، وذلك اعترافا بتفانيهم إبان حياتهم الوظيفية. كما تمت تلاوة برقية الولاء المرفوعة باسم المشاركين في أشغال هذه الندوة إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.